جديد يحمل توقيع المخرج عادل سرحان. شو سهل الحكي هو عنوان الأغنية، كلمات وألحان سليم عساف، صورتها بالشوف اللبناني مع موديل أوروبي بموقع التصوير. كان إنه هالتقرير دابع سوا. اليوم نحن عم نصور شو سهل الحكي، سبق وتحكيت عنه، ألحان وكلمات سليم عساف، توزيع ناصر الأسعد، الأغنية جوا رومانس، بيرجع عنا كمان بعد يومين كمان كليب تاني لأغنية اسمها بلا حب، كلمات وألحان مازن أيوبي، توزيع ناصر الأسعد، أغنية كلاسيك بلا حب، وكمان هنصور اثنين مع عادل سرحان. المسج هو أنا براعي خواطر كتير الفتاة اللي بتغرم برجل ما بيكون لقلها، بس بتصير الظروف أنه هني يتزوجوا ويقعدوا ببيت واحد، بس للأسف ما بيكون معي كل الوقت. فهيدي المسج موجهة للأشخاص اللي بيتركوا نسائهم فترة طويلة وهني بحاجة للحب، فهني بيضحوا بهيدا الشيء، بيضحوا بيحاولوا قدر المستطاع أنه يكونوا مخلصين لهيدا الشخص. هون نحن عملنا القصة أنه رويدة هي مخلصة لهيدا الإنسان وتحبه كتير، بس ما عم تقدر، ما عم يصير في مجال أنه يعلن قصتهم بالعلن، وفاينالي بتنعلن القصة بالعلن بس بطريقة كتير مهضومة. اختيارك كان أم اختيار المخرج أنه يكون موديل غير عربي؟ صراحة اختيار عادل يعني وعنود، هني اللي كانوا عم يتناقشوا المواضيع. أنا صراحة ما كتير بركز على قصة الموديل وهيك، لأنه بحب ركز على الأغنية أكتر. أنا يمكن أول مرة بيجيب موديل أجنبي، ويمكن أول تاني مرة، بس أنه ثابت مش مقصودة أبدا، بس الهدف منه أنه كان هو مساعدة العمل لتطعيمه بتمثيل حلو ليكون مور بروفيشنال، وبنفس الوقت حنستغله بالكليبين، مش نستغله أنه نعطي حقه، لا بنستغله بالكليبين أنه في كاركتر أنه مربوطين ببعض. It's like a movie clip which is yeah very professional, and because I'm from Germany and I was surprised, okay, what's happened, how does they make the movie, and yeah, but it's looked very good, and the actor, the singer is very nice, he's famous and it looks good. You like Lebanon? Yeah, Lebanon, I arrived yesterday and I saw a little bit from the town, from Beirut, and yeah, it's very cool. It's totally different to Germany, but it's nice. ممكن الصور اللي ممكن نشوفها كتير توقع مقارنة ما بين هالكليب وما الكليب إليسا أجمل إحساس اللي وقعوا سليم الطريق بالماضي، لأنه جو حبيبين وبيت وصور رومانسية. الكليب مختلف تماما، ما في بكور ما في شيء بيشبه، القصة مختلفة. هون نحن يمكن هلا شفت هذا مشهد وحيد بس انه قاعدين على الكاوتش وعم حسوا ببعض، بس مش هيدا ابدا. بوجه له تحية لسليم، سليم حبه كثير. بعدين اذا كنا قلدنا سليم مش مشكلة، نحن رامز لبناني. شو سهل الحكي وشو صعب التنفيذ أن ندور ونبحث عن قصة وصورة جديدة نقدمها للمشاهدين. هيك كانت أجواء مع المخرج عادل سرحان لتصوير كليب جديد للفنان رويدة عطية لأغنية بتطل فيها قريبا مع ألبومها الجديد نهاية الشهر الحالي. كان معكم عماد هواري وعودي سوا للاستوديو. شكرا.